لأنه الله سيحبك، سيكرمك، سيرزقك، سيرحمك. لأنه الله سيكفيك، سيساندك، سيستجيب لك، سيشفيك، سيعطيك، سيفرحك وسينجيك. لأنه الله سيتقبلك لو طرقت بابه سائلا عفوه ولطفه ومغفرته ورضاه ورحمته. لأنه الله سيكون معك يوم لا ينفعك سواه، ومن كان الله معه فما عليه من أحد. من الشغلات اللي أنا مؤمن فيها 100% إنه كل إشي بينرد، خير أو شر كله بيرجع. ممكن مش بنفس الصورة، بس راجع. طلع صدقة ترجع لك صحة، بتساعد حدا ما بتعرفه اليوم فربنا بيبعت لك حدا ما بيعرفك بيساعدك بكرة. تجبر خاطر حدا بكلمة صغيرة وبتلاقي كومة ستر ضللت عليك بموقف كان لأقرب لك فيه، إنك تكون فرجة لكل الناس. وبرضو الأذى، ما حدا بيأذي بيجرح وبظلم لو بصير معه نفس اللي عمله مع غيره. بصير اليوم، بكرة، بعده، مش مهم، بس رح يصير. الخير راجع والشر راجع، الأمور مش سايبة ولا الكون ماشي على التسهيل، وعند ربنا حرفياً ما بضيع إشي. أوعك تظلم أو تضيع حق حدا، حتى إنك تأذي.